لو العذرة فرحتك تجيب غويشة ذهب للعذرة. كنت لسه بكلم أبونا جرد الجميل، فقال لي إن في بنت اسمها مريم عاطف عدلي من منيا القمح، وكانت متجوزة من 3 سنين، و3 سنين ما حصلش أي خلفة، ولفت على كتير من الدكاترة، وكل دكتور كان بيكتب على أدوية وعلى جهد، وكانت دايما بيعيروها في البيت وبيقولوا لها اللي اتجوز بعديك خلف يظهر إن أنت هتقعد كده من غير خلفة. من كتر الدموع كانت بتدخل وبتبكي في الأوضة، وكان جوزها بيدخل وبيطبطب عليها. وفي يوم من الأيام خدها وراح بيها كنيسة العذراء 100 بشار، وهناك جابله أبونا جردس. فأبونا جردس قال لهم اروحوا قولوا للعذراء زي ما انت شيلتي شيلينا. فجوزها خدها وراح قدام الأيقونة وقعد يبكي والدموع تنزل منهم. وجوزها بص للعذراء وقال لها أنا صرفت فلوس كتير على الدكاترة ومش عايز أمشي مع دكاترة تاني. فأبونا جردس لما شاف دموعهم قال لهم العذراء هترضيكم وتفرحكم، بس تجيبوا لها غويشة. فجوزها قال له يا أبونا لو العذراء عايزة غويشة أنا أجيب لها غويشتين. وفعلا روح، وفعلا عدى الأسبوع الأول والتاني والتالت، وفي الأسبوع التالت مرض وطلعت حامل، وربنا رضاهم بتوأم. وبركة شفاعة أم النور وصلاة أبونا جردس تكون معاكم وترضيكم وتفرح قلوبكم وترضى كل محروم بولد من عند ربنا.